ودراسته في مجالات مختلفة، ودرس في إيطاليا وفي البرازيل وفي جامعة الملك عبد العزيز، حيث أنه بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وكذلك أنه الماجستير في اللغة الإنجليزية، ودرس في جامعة القاهرة الإسلامية الموجودة في عدنان، وحصل على درجة الماجستير في الفقه والأصول. شهادته العلمية قوية جدا، حيث أنه يعمل مدرسا في المدرسة التسويقية في المدينة المنورة، ثم إداري وزارة التعليم المدني، ومدرسا باللغة الإنجليزية. وهو في عام 1460 في روما. له العديد من الإنجازات العلمية والفكرية المنشورة، منها كتاب اعرف عباد، وعرف محبة الله، ولمسات عن الأرباب المعيسة. كما أنه حصل على العديد من الألسنة والجوائز والسندات، منذ طرح نظرية الحكم إلى رفعات المدينة المنورة، وشهادة كفاءة أولى من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة جامعة الإمام لكلمة المشاريع الإسلامية والمشاركة في المؤتمر العالمي عن مادة الإسلام والأرباب، وعدة قراءة شهادات تقريرية من مؤسسات الخاصة في مشاركات ثقافية متنوعة. وهي كتابات استمرت في استجابة المحاضرات، وشارك أيضا في عدوية مؤتمرات الحوار الوطني الأول والثاني، كما شارك في المؤتمر العالمي على مادة الإسلام والأرباب التي أقامتها جامعة الإمام لكلمة المشاريع الإسلامية. وشارك أيضا في مقر الحوار الوطني التكبيري الفارس، مكتب كبيرة الشيخ سمر العنصاري، والاعتبار هو مشاركته ومستوى معلوماتي والاعتبار هو حول المدار المنورة ومستوى التعليم ورابطتها بالشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا المنذور المحمد وعلى المبادرة والمبادرة الكاملين وأصحاب المبادرة الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أشكر سعادة الأستاذ بعد الاستعراض عن متعرض لي وان اشرفت بهذه الفرصه، وعلى ان شرفي
Yeah.
أما
وعندما
Wow.
تعلم على ما كانت عليه المدرسة، لو علمت أن أسماء المذاهب الأربعة أسماء السنة وأبو الوالدي وأبو الحلبي أنها لا تطالب من الوالد من الحلاقة تطالب الوالد في هذا الوقت على مدى الأمين السابق، وأن أحمد محمد الأستاذ يتطالب على الوالد مثلا وعلى بعض الأنباء عرفنا أن تعود على أسماء الواحد وعلى أبو جعفر السابق وأبو جعفر السابق وعلى أبو أسماء فعلا الأسماء واحد بالنسبة للدار الأول. ثم الدار الثاني يرفع الأذكار إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وتعلمون أنه قبل مدة طويلة في العراق بعد وفاة والد الإمام السابق، وارتد إلى زمن مغادرة الإمام علي بن محمد الرابع عليه السلام المدينة المنورة إلى سامراء في حدود سنة 234 للهجرة. ويمثل الأذكار الذي استمر نحو قرن من الزمان عصر الكمال في هذه المدرسة في النبوة، واختفاء بعد وفاتها وانتقال بعد وفاتها من المسجد النبوي وغيابها في كثير من بيوت المدرسة على الاسترام في عدن، وتحول بعض تحولاتها العلمية إلى حالة السرية خبرا وصلا طول ذلك الوقت. هذا الأسر الثالث. الدار الثالث ويبدأ الأذكار في المدرسة Thank you.
كلهم يأكلون السوق،
Thank you.
دروس وكيف كان فيها علماء وأئمة، والمشكلة أن هذا التوكل وترك علومه الخطابي من العلوم ومن العلماء ومن الحلقات العلمية الموجودة في هاتين المنطقتين البحرتين المتخصصتين. وعلمنا انتهاء هذه الحالة من الحرمين الشريفين، وإن تنتهي حالة الفتوحات وحالة الأحادية، بحيث أن المسلمين حينما يأتون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة يرون رأيا واحدا واتجاها واحدا وفكرا واحدا واقيا مقاربا منادما للآراء والاتجاهات الأخرى. هذه كانت من غير تناهية، وينبغي أن نتعاون جميعا حتى تكون هناك حالة توكل كبارة الإسلام وصحب أسرة المسلمين. وهذا ينبغي أن تشترك في صنعه مكتبة الأفراد ولباسك المسؤولون والقاسم على طرف واحد، وإننا على مكتبة الأفراد كل طرف من جهته أن تكون لديه مبادرة وأن يكون لديه دور وتقرب وتجاوز من حالة غير الطبيعية، بحيث تصبح هذه البقاع مفتقة تمثل رحمة الأمة وتمثل تنوع المدارس والمبادئ الفكرية والفكرية في الأمة. النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها، كنت أود مع حضرة الشيخ وإخواننا بالحديث عن تلك الشخصيات المتألقة وخاصة ضمن المدرسة الإمامية. كانت هناك شخصيات تألقت في المدينة المنورة وأصبحت لها يعني سمعا ومكانا عند كل المسلمين، بل على مستوى الثقافة العربية والإسلامية، خاصة مع حال المدن. وهو عالم تلاهم في الأدب واللغة والتاريخ، وكتبه مرضى يعني احترام وتقدير من علماء المسلمين ومن أدباء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم. والحديث عن هذه الشخصيات وأمثالها يمكن أن تذكر أيضا نقطة تلاقي ونقطة تدعيم لاحتضان كل نقطة وكل مبنى في رصيد هذه الحضارة الإسلامية التي تعود لنا جميعا ويجب أن نستفيد منها جميعا. شكرا لحضارة الشيخ.
I'm
لا 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 لا
All right.
I'm